المركز الأول سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتقدم على الأسماء وينطلق بصدارة هذا الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات أتابع الانطلاقة وأتابع الوصول في هذه اللحظات على ما يبدو لي أن شعار أبو خرايط هنا على المركز الثاني. هناك من حافة تتقدم في هذه اللحظات محمد بن حماد أبو خرايط العامري، والمركز الثالث في هذه اللحظات أتابع القدوم وأتابع الوصول في هذه الأثناء شنذارة سالم بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي على المركز الثالث يتحرك، بينما المركز الرابع وصول هذا الشعار الكبير القادم وبكل قوة شعار في هذه اللحظات الطيرة، وصلت الطيرة في هذه الأثناء، ومحمد بن علي بن حماد الشامسي قادم وبكل قوة بشعاره الكبير دائما بو علي، بينما القدوم والوصول التجاوز من العنود سالم بن خلفان بن حمد الحافري يتجاوز أيضا بدوره إلى المراكز الأمامية، والقدوم من شعار الشاعر في هذه الأثناء يتحرك مع الصباحية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الخامس يتجاوز، بينما المركز السابع وتابع في هذه الأثناء الأسماء والشعارات القادمة والواصلة دمعة عوض بن سويدان بن عبيد العامري يتحرك بدوره على المركز السابع والمركز الثامن، هذا شعار الطيارة القادم مع غاية محمد بن سهيل اليبوني الظاهري يتقدم بهذا الشعار ويصل على المركز الثامن. المركز التاسع بن غالب قادم بشعاره في هذه اللحظات مع انطلاقتي واندفاعة العبية بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري على المركز التاسع، والمركز العاشر في هذه الأثناء وتابع القدوم والوصول هنا في هذه اللحظات وتابع انطلاقة اللي على المركز العاشر، هذا شعار بن زاهرة على ما يبدو لي يتدخل في هذه اللحظات بانطلاقة ثروة سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيالي. هذه الأسماء، هذه التحديات للمراكز العشر الأولى في شوطنا الخاص بالثنايا الأبكار المحليات، لمن الفوز يا ترى، ولمن الناموس، ولمن الانتصار، ولمن النقطة الغالية والثمينة في هذا المهرجان الغالي والثمين على الجميع. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة الشوط، إلى شعار أبو خرايط العامري على المركز الأول يتقدم راعي وزن بانطلاقات هذا الشعار وبحضوره الجميل، يقدم لنا من حافة محمد بن حماد أبو خرايط العامري على المركز الأول على مقدمة الشوط. يا سلام، منذ البداية يسيطر ويتربع على عرش صدارة الشوط، ولكن المركز الثاني تصحيح هي القادمة على المركز الثاني، سعيد بن مطر بن محمد الرميثي قادمة على المركز الثاني متحركة في هذه الأثناء في المركز الثاني، بينما اللي على المركز الثالث وصلت الطيرة، الطيرة هي القادمة بشعارها الكبير بإنجازاتها وبتاريخها الكبير، محمد بن علي بن حماد الشامسي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الثالث بحضور الطيرة، الطيرة على المركز الثالث، ولكن القدوم الوصول في هذه اللحظات الهجوم من الصباحية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي قادم في هذه اللحظات يتقدم بشعاره الكبير، أيضا له تاريخ هناك هذا الشعار بانطلاقاته المميزة، يندفع على المركز الرابع، المركز الخامس، شوف القدوم والوصول، هناك دمعة عوض بن سويدان بن عبيد العامري قادم على المركز الخامس في هذه اللحظات بانطلاقات دمعة وبحضورها. يا سلام، لا إنجازات هذه ذلول أيضا في هذا الموسم انطلاقاتها كبيرة، ذلول بن سويدان، والمركز السادس، شوف القدوم والانطلاق في هذه اللحظات من شعار بن غالب بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري راعي العبية، العبية قادمة في هذه اللحظات، الشعار الوثماوي الجميل والكبير قادم على المركز السادس، المركز السابع غاية اليبوني، غاية في هذه اللحظات
قادمة ومنطلقة على المركز السابع علي محمد بن سهيل اليابوني الظاهري مع غاية المركز الثامن شندارة سالم بن راشد بن سالم الشاوي الغفلي قادم في هذه اللحظات والوصول من شعر بن زهرة على المركز التاسع هنا بانطلاقة ثروة سعيد بن خليفة بن زهرة الخيالي والمركز العاشر تدخلت في هذه اللحظات اليمامة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري ولكن خلوني معود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة إلى الانطلاق الكبير الطيرة 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 غيرت على المركز الأول انطلقت بانطلاقتها بشعار محمد بن علي بن حماد الشامسي على المركز الأول يغير في هذه اللحظات يتجاوز بدوره إلى المركز الأول بانطلاقة هذا الشعار الغني عن التعريف ولكن المركز الثاني تصحيح تصحيح قادمة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي يتقدم بهذا الانطلاق وبن سويدان حاضر مع دمعه على المركز الثالث عوض بن سويدان بن عبيد العامري في هذه اللحظات قادم بدمعه وشعار بن غالب يتحرك ينطلق بانطلاقته العبيه بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري ولكن لمن الفوز ولمن الانطلاق طارت الطائرة طارت إلى الفوز وإلى الناموس في هذه اللحظات في هذا الانطلاق يا سلامي على هذا المستوى وعلى هذا الأداء الكبير مشكور يا الهداف مشكور في انطلاقة الطائرة سلامي عليك وعلى هذا الأداء الكبير الطائرة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي سلامي على الطائرة سلام مشكور يا أدب يا بن حمد بن عفصان يا المنصوري من يتابع على الشعار بالانطلاقات الجميلة المركز الثاني دمعة عوض بن سويدان بن عبيد العام المركز الرابع الثالث عفوا من حاف خيت بن غالب السلطان المنصوري المركز الرابع كانت هنالك اللي على المركز الرابع من حاف محمد بن حماد بن خرايط العامري والمركز الخامس كانت انطلاق الصباحية أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي تهانينا والناموس للجميع تهانينا والناموس لمالك الطيرة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من انتزع ناموس الشوط بكل جدارة وكل استحقاق والتوقيت الزمني لحظات وصول الطيرة وانطلاقتها في هذا المساء الكبير 9:17 خمس أجزاء من الثانية سلامي عليك يا الشامسي سلام على هذا الفوز المركز الثاني دمعة 9:20 جزء واحد من الثانية عوض بسودان بن عبيد العامري المركز الثالث من حاف هناك أول عبية بخيت بغالب المنصور 9:20 سبع أجزاء من الثانية تالي والناموس للجميع تتواصل مشاهدينا الأعزاء